بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة بقى جاي لكم بحاجة كده مختلفة، حاجة كده جميلة، حاجة كده بتدوب في البق، حاجة كده أصلا مش هتلحقي تخلصيها زي ما أنا كده ملحقتش أصلا أحطها في الفريزر أو في التلاجة شوية كده تمسك نفسها، كلوها كده وهي لسه سايحة مع نفسها. عملت معاكم إيه؟ الهوهوز. تعالوا بقى نشوف طريقته بكل سهولة وبمقادير متوفرة عندك في البيت، مش هتحتاجي تشتري حاجة غير شوية حاجات للتزيين، الشوكولاتة والكريم شانتي بس، وكل حاجة عندك موجودة بقى في البيت. تعالوا بقى نشوف عملناها ازاي مع بعض. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونقول المقادير. معانا هنا 4 بيضات وثلاث معالق دقيق، 3 معالق دقيق بس دي من هو ايه، دي بيكون نضيف من دقيق الحلويات، ماشي. ومعايا هنا 3 معالق من السكر ومعلقه من اللهم صل على سيدنا محمد من الكاكاو، ومعانا برضو 1/2 معلقه نشا، ومعانا 1/4 معلقه من الفانيليا. عندك فانيليا سايله عادي مفيش مشكله خالص، اللهم صل على سيدنا محمد. وهنحتاج برضو 2 معلقه من الخل بس، دي كل المقادير بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين المقادير سهله وبسيطه خالص، مش ما فيهاش اي تعقيد وما فيهاش اي حاجه يعني مكلفه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نكسر البيض. نجيب بوله بقى هنا ونبتدي نكسر البيض. البيض لو انت مش متاكده منه ان هو جاي طازه، اكسري بيضه بيضه كده في الطبق وبعدين حطي. خلاص كسرنا البيض، هنحط عليه الفانيليا. طبعا اي بيض لازم فانيليا، طالما في بيض يبقى لازم تحطي فانيليا. هنشغل بقى المضرب ونضربه شويه. هنحط 1 معلقه من الخل كده وحوالي 1 معلقه. نحط السكر، 3 معالق سكر، انا بقول تاني علشان اللي مركزش في المقادير، وبرده المقادير هسيبها لكم ان شاء الله باذن الله في صندوق الوصف. مش هحتاج ان انا اضرب كتير في البيض عندنا. انا هجيب الدقيق واحط عليه 1/2 معلقه النشا، واحط عليه 1 معلقه الكاكاو، وطبعا عليه ذره ملح. انا حاطه ذره الملح على الدقيق، دي اساسي في اي حاجه فيها دقيق يعني. اضرب بس شويه صغيرين وبعد كده احط الخليط اللي انا عملته. محتاجة ان انا اضربه كتير زي ما قلتلكوا، كفاية كده. هبتدي انزل بقى الخليط كله على بعضه. بصي انت حابة تحط كله 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 على بعض كده، ما تضربيش زي ما انا عملت، ماشي هتبقى حلوة برضو. نبتدي بقى نخلطهم مع بعض.
كفايه كده كل المكونات امتزجت مع بعضها اهي. هذه الصينيه هي اللي هعمل فيها، الصينيه بتدخل الفرن على 5 ثواني ماشي. حطيت فيها حته سمنه من تحت وحطيت ورق الزبده. انا حطيت ليه السمنه من تحت؟ علشان الورقه معايا ما تمشيش وتتحرك وانا بحط الايه الخليط ماشي. وهنا دي الخليط اللي احنا عملناه. على فكره عايزه اقول لكم على حاجه، انا حطيت 3 معالق دقيق طبعا قدامكم، انا لقيت القوام بتاعه هيبقى خفيف خالص فحطيت كمان معلقه، هو كده القوام حلو. يبقى انا حطيت كده 4 معالق دقيق، وزي ما قلت لكم هحط لكم المقادير في صندوق الوصف ان شاء الله المقادير المظبوطه بعد ما النتيجه تطلع معايا ونشوفها عامله ايه. خلاص دي الصينيه اللي هحط فيها، هبتدي انزل الخليط بتاعي. انا عايزاها رقه خفيفه خالص عشان طبعا هلفها لسه. زي ما قلت لكم انا عايزاها رقه ايه رقيقه خالص، ما تكونش سميكه قوي يعني. هي كده حلو مظبوطه في الصينيه، او لو صينيه كمان اوسع يعني، انا صينيه اوسع كان احسن كمان من كده يعني، تكون عن واسع عندي شويه. سويها كلها حلو كده، وبعد ما اسويها اربطها خطتين كده في الايه الرخامه بحيث تستوي اكتر. مش هي بتديني هنا تمام، اخبطها كام خبطه كده خلاص كده تمام. هدخلها بقى الفرن لمده 10 دقايق، ما ازودش عن كده لانها حاجه بسيطه، ممكن كمان ال 10 دقايق ما تاخدهمش. انا هشوف اخدت قد ايه بالظبط وهقول لكم كمان، يلا خليكم استنوني معايا. بصوا بقى، بما ان انا حطيت الكيكه في الفرن تستوي، فانا هستغل الفرصه اللي انا اعمل كريم شانتيه، مش هقعد استناها ما تطلع وبعد كده اقعد اعمل، انا هعمل على ما تستوي. قدامها 10 دقايق نحطها في فرن، زي ما قلت لكم ومش عارفه قلت لكم مش فاكره قلت لكم ولا لا، الفرن يكون سخن قبل ما تحط الكيكه. يعني انا ولعت الفرن يسخن قبل ما ابتدي في الشغل فيها، ولما خلصت الشغل حطيتها على طول في الفرن السخن. هتقعد حوالي 10 دقايق، ممكن ما تكملش شويه كده، هبص عليها على ما اعمل كريم شانتيه. طيب هحتاج اللهم صل على سيدنا محمد حوالي معلقتين كبار كده من كريم الشانتيه الساده، لو عندك باكت مفيش مشكله. كريم الشانتيه الساده طبعا عايز سكر، فانا عملت ايه، كوبايه ميه حطيت فيها شويه سكر وضربتهم كده في الخلاط، بدل ما اجيب اللهم صل على سيدنا محمد، بدل ما اقعد اسخن بقى اللي هو السكر البودره. لو عندك سكر بودره حطي، ما عندكيش دوبيه زي ما دوبته كده، بدل ما اقعد اسخن وكده وغلبه طويله. انا بحب بقى ان انا احط ايه سمنه البلد وابتدي ان انا اضرب. طبعا الميه لازم تكون متلجه طالعه من اهي الكيكه بعد ما طلعت من الفرن اهي، اللي انا اشيلها كلها كده اشيل الصينيه خالص اهي. عايزه اوريكم قد ايه الكيكه ناجحه، شايفين رؤيها خالص ازاي ما شاء الله عليها. هبتدي بقى اللي انا ايه افرد عليها الكريمه دي، الكريمه اللي احنا عملناها كريم شانتيه، وعليها قطعه زبده. وعلى فكره يمكن تقدري ان انت تستغني عن الزبده، يعني مش لازم يعني زبده، حط كريم شانتيه وخلاص. ابتدي بقى نفرد، ابتدي بقى ان انا افرد عليها، حطي بقى طبقه حلوه محترمه كده.
بصوا بقى، انا عايزه اسيح الشوكولاته، علشان اسيحها لازم احط كده معلقتين من الزيت، معلقتين او ثلاثه كده زيت، عشان تبقى طريه معايا ما تكسرش الهوز بتاعي. هبتدي بقى ان انا اسيحهم في حمام ميه كده على النار، اسيحهم وارجع لكم تاني. هتكسر ايه بس؟ هو انا لحقت اصلا احطها في التلاجة شوية تمسك نفسها؟ والله ما لحقت، انا خفت بصراحة ادخلها التلاجة اطلعها ما لقاهاش، لهم كلوب قلت الحق نفسي واصورها بقى قبل ما ادخلها التلاجة. هعمل ايه؟ ما شاء الله يعني شكلها بجد كان تحفة. الاولاد ما شاء الله ما استبروش ان انا احطها تمسك نفسها شوية في التلاجة. شايفين انا عملت ايه وانا بتكلم؟ معلش، لفيت رول اهوت وقطعت بالسكينة، وهلف الرول التاني. على فكرة هي سهلة جدا مش صعبة، وكمان لو في حتة صغيرة اتفتحت منك او اي حاجة مفيش اي مشكلة خالص، كله هيتدارى بالشوكولاتة. بس هي ما شاء الله ناجحة وطرية وحلوة قوي. بعد ما تلفيها رول كده تبتدي بالسكينة وتقطعيها الحجم اللي انت عايزاه. انا عملتها الحجم ده كويس قوي. على فكرة انا عمالة حاسس عليها بالراحة كده، لانها بصراحة طرية ودايبة دوب كده. انا بس عايزه اوريها لكم من جوه عامله ازاي. انا كنت خلاص سيحت الشوكولاته، اي شبكه اي حاجه عندك، ما عندكش شبكه ورق الزبده ما فيش، في طبق وطلعي فيه عادي مفيش مشكله خالص. انا عندي شبكه لقيتها كده في المطبخ، مش عارفه كانت بتاعت ايه بصراحه، شبكه نظيفه يعني، فقلت اطلع عليها. شبكه فرن البوتاجاز عادي مفيش مشكله. تحطي بقى حته حته وتغطسيها كده في الشوكولاتة بمعلقة ولا حاجة، وتشيلي وتحط عليها شوكولاتة كده لغاية لما ايه كلها تندمج كده مع الشوكولاتة. الأولاد بقى شافوا بقى المنظر ده مش هقول لكم والله، نزلوا عليها زي ما قلت لكم كده، ما صبروش ان انا احطها في التلاجة. يعني انا صورتها لكم كده بالشوكولاتة بتاعتها سايحة، هي بقى تتحط في التلاجة شوية الشوكولاتة دي تمسك عليها تبقى منظرها تحفة. هما بصراحه والله ما استبروش، وزي ما قلت لكم انا خفت ان انا احطها في التلاجة شويه واجي اطلعها ما لقاهاش، لازم اقعد في ريحها بقى عشان خاطر ايه علشان خاطر اعرف ان انا اصورها. فانا قلت يلا مش مشكله، خلهم ياكلوا بالهنا والشفا، وان شاء الله ملحوقه مره تانية هعمل، يكون هما مش في البيت كده هعملها واحطها في التلاجة واصورها لكم تاني عادي مفيش مشكله خالص. بس هعملها لكم بقى ايه مختلفه، يعني هعملها لكم الحشوه مش بيضه، وهعملها لكم الحشوه بالشوكولاته برضو، يعني هعمل لكم فيها اختلاف بحيث ما تكونش ايه زي بعضها، وهتكون برضو حلوه جدا. طبعا زي ما انتم شايفين الطبق كده بيتكلم عن نفسه، مش هحتاج اقول لك طعمها تحفه وطعمها خرافه والحاجات دي كلها، المنظر اهو بيتكلم عن نفسه. بسم الله ما شاء الله. انا عايزاكي تعملي كل حاجه لاولادك، ما تحرمهمش من حاجه، اعملي كل حاجه عندك في البيت زي ما قلت لك معايا، اللي انتي كنتش متصورة انه ممكن يتعمل في البيت، لا هيتعمل في البيت وبكل سهولة وبأقل التكاليف وبطعم تحفة خرافة. يا رب بقى اللي تعجبها الفيديو تشترك معايا في القناة لو لسه مش مشتركة، ولو مشتركة حطي لي لايك، وما انتش مشتركة اعمل اشتراك، فعلي زر الجرس واختاري الكل عشان يوصلك مني ان شاء الله بإذن الله كل وصفاتي الجاية، وصفات بإذن الله هتعجبك. عندي هنا في القناة هتلاقي التنوع في كل وصفاتي، وهتلاقي أفكار جديدة حلوة هتعجبك. من هنا لغاية لما نتقابل في فيديو جديد، أسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.